واحد بيقول اذا كانت قد غفرت خطيه ابونا داود، يقصد داود النبي، لماذا سمح الله تبارك اسمه بان خطيه الزنا تتم في وضوح الشمس؟ هو غفران الخطيه بالنسبه للابديه لا يمنع وقوع العقوبه على الارض، ففي خطايا غفرها الله يعني صاحبها لن يدان في الابديه ولكن في عقوبه على الارض. واحد بيقول حاربني الشك اكثر من 5 اعوام حتى صرت مشوش الذهن، ماذا افعل كي اتخلص من الشك؟ غالبا دي حروب من الشيطان وانت نفسك مش قابلها، بدليل انك عايز تتخلص منها، اطلب من ربنا ان يرفعها عنك. إذا كان في نقط معينة تحتاج إنك تتفهمها من جهة العقيدة والتفقود، ما فيش مانع أشوف النقط دي.